السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في Equity Global Markets. هل تعلم أن أهم خطوة تقوم بها في عملية التداول هي اختيار الشركة الصحيحة؟ كيف تكون متداولا أكثر ذكاء؟ وكيف تتجنب أن تكون ضحية للشركات المزيفة؟ عملية اختيار شريك التداول الموثوق هي أهم خطوة يجب أن يفكر بها المتداول قبل الدخول في هذه الأسواق. كيف تدير وتتعامل مع المخاطر المختلفة في الأسواق؟ يجب أن نعلم أن التركيبة الناجحة للتداول تبدأ بخطة إدارة الحساب الصحيحة. في هذه الندوة ندعوكم لتعلم كيفية بناء استراتيجية إدارة المخاطرة المناسبة لك، وبالتالي كيف تحمي رأس مالك الذي هو أساس وجودك في هذا السوق كمستثمر. ندعوكم لحضور هذه الندوة في مدينة العين، فندق دانات العين. نتشرف بتواجدكم، وذلك بتاريخ 15 سبتمبر الساعة 5 مساء. نتحدث عن أهم خطوة لك في بداية التداول، وهي كيف تختار الشريك الموثوق وتتجنب التعامل مع الشركات الغير موثوقة.